يعني انت بيقول عليه مقاتل فايتر فايتر. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى لا يضيع اجر من احسن عملا، لانه انا ما فاتتش الا فتره قصيره جدا وعلى نهايه بعد بقى كم بعد كم تجربه كده، عشان نقول للشباب اللي طالع ان ممكن تمر عليك اكثر من كذا تجربه. دول حوالي 4 5 مرات شاركت في ادوار صغيره، لكن كمان عملت دور هام جدا، بطل لفيلم الله يرحمه حلمي حليم، هذا الله يرحمه الكاتب والمخرج الكبير والسيناريست الكبير الرائع. ده كان ده قال لهم ده هيبقى بطل السينما المصريه في الاستوديو كده بعلو حس كده والله. يا سلام. وكان دور كبير في ايه؟ حكايه من بلدنا. اسمه يا سلام على حضرتك، حكايه بلدنا. اسمه كده حكايه بلدنا، اياميها كان اسمه المكامير. كان اسمه كده قصه مجيد طوبيا اللي بيكمروا. يا سلام، برافو عليك، مجيد طوبيا. فانا حكام بلدنا ده انا كنت يعني كله بقى يقول لي، وهو نفسه قاعد في وسط البلاتو كده يقول لهم هتشوف محمود ياسين بعد الدور ده. طبعا كان ايه الدور بتاع حضرتك بقى؟ دور ولد فلاح في بلد في قريه، ولد متعلم عنده قيم وعنده مبادئ وبيدافع عن حقوق الفلاحين وقضاياهم ومشاكلهم وبتاع، حاجات اللي هي الواحد يعني كان في الايه في الزمن ده بيبقى هي دي قمه احلامه طبعا. يلاقي دور على هذا النحو وجالي هذا الدور فيعني ايه كنت بقى شاطر يعني كده. فللاسف الشديد الفيلم يا عيني كان انتاج القطاع العام وللاسف الفيلم يعني قعد اسبوعين في السينما ميامي وانتهى رفع من السينما، وكان معايا نجوم هامين جدا. انا كنت دور بس انا دور بطل، لكن هم يعني هم الفيلم باسمهم وللاسف يعني الفيلم ما خدش حظه يعني اسبوعين وبالسلامه. انما وعلى كل ده في سنوات قليلة جدا في 69 على طول كنت بعمل بطل نحن لنزرع الشوك. نحن لنزرع الشوك كان فيها قصة لحضرتك. القصة صعوبة الظرف، ان الفرصة كبطل في السينما عايزة توفر. مش كان حضرتك عملت بدل افتكر للدور ده؟ لا مش ده. ولا كان ايه بقى؟ لا مش ده، هو كان فيلم الاستاذ يوسف شاهين. يا سلام. الاختيار مظبوط. ايه بقى قصه الاختيار بقى؟ هو الاختيار يعني طبعا عمله زميلي القدير، ابتداء لازم اقول ابتداء كده زميلي القدير جدا اخويا وحبيبي عزت العلايلي، هو عمل الدور بكفاءه يعني غير مسبوقه بصراحه بمعايير هذا الزمان، ويظل هذا فيلم من اهم افلام فنان كبير زي عزت العلايلي. طبعا الاستاذ الكبير يوسف شاهين اللي اياميها انا كان صعبان عليا منه، حسيت ان هو يعني ظلمني وانا كنت ضحيه ظرف ما كنتش احب انه يحصل لي. لكن حصل خلاني يعني بقيت مذهول يعني من اللي حصل معايا، وربنا بحمد الله يعني عوضني بنحن لنزرع الشوك. ايوه، ما احنا الفيلمين دول كانوا في نفس الوقت. يعني يوم الجمعه في جريده الاهرام الصفحه الاخيره، محمود ياسين المحامي الذي خلع روب المحاماة يلعب بطولة فيلم نحن الأول الاختيار، الاختيار أمام الفنانة سعاد حسني إخراج يوسف شاهين، فيلم يعني إيه وأسماء تانية. خلاص الجمعة التالية، من الجمعة للجمعة الجمعة التالية المحامي الذي خلع روب المحاماة محمود ياسين، يا والله زي ما بقول لحضرتك يلعب دور البطولة أمام شادية في فيلم نحن لنزرع الشوك قصة يوسف السباعي إخراج حسين كمال. ويعني فأنا جاني هوس، أكبر اثنين مخرجين وأكبر فيلمين في من الجمعة للجمعة. أنا ما كانش عندي تليفون، أنا كنت قاعد في المسرح القومي بقعد في مكتب اللي هو السكرتارية بتاع المسرح، وكلمت لقيت تليفون بيقولوا لي الاستاذ حسين كمان على التليفون، بكلمه قال لي انت قاعد عندك بتعمل ايه؟ روح لرمسيس نجيب. قلت له اعمل ايه عند الاستاذ رمسيس؟ قال لي هيمضيك نحن نزرع الشوك، انت ما بتقراش جرانين؟ قلت له قريت. قال لي طب تروح له دلوقتي هو قاعد مستنيك. قلت له ما نخليها بكره ولا حاجه. قال لي الوقت تروح له هو قاعد مستنيك. كويس. ورحت لقيت الاستاذ رمسيس فعلا مستنيني. قلت له يا استاذ رمسيس انا ماضي مع الاستاذ يوسف شاهين وفيلم كذا كذا. قال لي اسمع انت حظك بقى وقعت مع اكبر اثنين مخرجين عصبيين في البلد، انت مش قد الناس دي، انت تمضي
عشان نريح الامور وحسين كمال ما يزعلش منك وتفهم يوسف شاهين إن اذا كان هو موافق خير، مش موافق تعالى لي نقطع العقدين. قلت له كلام جد يا استاذ رمسيس. قال لي والله انا بقول لك لو انت يوسف شاهين رفض انا خلاص انسى، بس يبقى انت ما زعلتش منك حسين كمال. لقيتها نصيحه حلوه وكويسه يعني محترمه وراقيه وطيبه وحنينه. فرحت للاستاذ يوسف شاهين في نفس اليوم بالليل. قاعد في حبيبي حسين فهمي راجع من امريكا. مساعد مخرج هاي لسه ما كانش الموضوع التمثيل. وكان معيد في المعهد حسين فهمي، كان هيتعين معيد، كان لسه جديد، ما اعرفش كان بدا يعني ولا لا، معيد عندنا في المعهد يمكن لكن ما كانش لسه في ذهنه يعني السينما، هو راح درس اخراج طبعا. وكان جاي يساعد الاستاذ يوسف شاهين، هو الوحيد اللي واقف جنبي. كل الناس اللي كانوا مع الاستاذ يوسف شاهين بما فيهم طبعا الله يرحمه استاذي الجليل يوسف شاهين، خدوا موقف معايا ما كانش لذيذ يعني. قال لي لا انت اتجننت ازاي تعمل كده، انت تروح تعتذر. قلت له حاضر انا. طب كان حصل ايه الاول؟ كنت متفق معاه ورحت صبت ثلاث بدل، ماضي وماضي وقابض عربون يعني 27 جنيه فعلا خدهم دول، خدتهم عربون وكان الاجر 350 جنيه ووداني عند ترزي في شارع سليمان باشا مجاورا لسينما راديو 80 جنيه البدله، البدله قماشها بتفصيلها تبلغ تكلفتها من 70 الى 80 جنيه. مش بدله واحده، اربع بدل كمان اربع بدل صوف ما كانش يميها المتوفر، الصوف القيم اللي ما كانش متوفر في البلد بشكل عام. كان دي حاجات استيراد، وكان الاستيراد ده كله غالي والاستيراد كان غالي. اختار هو اللي اختارهم يوسف شاهين اربع قماشات باربع تفاصيل تفصيلات بدل تحفه. انا بفصل البدله في ذاك الزمن، البدله بقماشها صوف انجليزي ب 8 جنيه. البدله قماش صوف انجليزي محترم جدا ب 8 جنيه، ب 80 من 70 ل 80، البدله بقت من 70 الى 80. اربع بدل والله زي ما بقول لحضرتك صادق. فانا ما خدتش منهم الا بدله واحده. الثلاثه قلت له يا استاذ الله يرحمه يعني كان اسمه استاذ موافي. كان ترز كبير واستاذ ومحله كبير قوي يعني. فخدني عنده الاستاذ يوسف شاهين واختار البدل وبتاع، وبقيت اروح اعمل بروفات بقى يعني اقيس وبتاع. وكانت الحكايه اتعقدت وبقى ان البدل دي مش بتاعتي خلاص. وانا احتجت منهم بدله اللي هي احلى بدله اللي اتجوزت بيها كمان الحمد لله يعني اللي اتجوزت بيها، لانها يعني شيك بقى كان وشها حلو عليا. فالحمد لله بدله فعلا كانت حلوه حقيقي يعني، وربنا يسر لي في حياتي كلها. وما عملتش الفيلم ده لانه انا لما رحت الاستاذ حسين كمال قال لي هنجيبك بالبوليس بالنيابه، وبالفعل ما رضيوش يلغوا العقد بتاعي في الوقت اللي انا تاني يوم لما رحت للاستاذ يوسف شاهين قال لي اصلا انا كمان غيرتك. قلت له يعني ايه؟ قلت له انا اعتذرت للاستاذ رمسيس والاستاذ حسين كمال في التليفون ساعه. قال لي اعتذرت بس انا كمان غيرتك. قلت له غيرتني؟ ده انا اعتذرت هناك. قال جابوا مين؟ قلت له ما اعرفش. انت جبت مين؟ قال لي لا مش هقول لك. ما رضيش يقول لي. فانا طبعا يعني حسيت ان انا اعادي، ممكن يبقى في رد فعل عنيف وان انا لازم انصرف. وكانت شهيره معايا مستنياني في شارع سليمان قريبا من سينما مترو في كوفي شوب هناك كان مشهور وما زال موجود. ورحت لها وكانت عينيا يعني مغرورقة بالدموع، بدموع فيلمين طارة الاثنين طارة، أكبر فيلمين في البلد وأكبر اثنين مخرجين ساعتها بكل المقاييس بقى. وراحوا الفيلمين وقلت لها حصل كذا كذا، حسبنا وخدتها ومشينا من شارع سليمان باشا لغاية الشارع اللي أنا ساكن فيه دلوقتي. كانت مراتي شهيرة كانت ساكنة أياميها جنب المعهد، جنب المعهد في هذا الشارع في الهرم. ويمر الزمن
وانا اشتري ارض في نفس الشارع بس لجوه شويه وابني فيلا واعيش في نفس الشارع لغايه النهارده بحمد الله. الحمد لله. وده دي كلها ظروف قدريه قدريه ما لهاش حاجه، ما لهاش حسبه اخرى.